السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد مليء بالتفاؤل والفرح والسعادة لجميع الأمة الإسلامية إن شاء الله. أولا وقبل ما نبدأ في تسجيل هذا الفيديو بغيت نشكر كل الإخوان والأخوات اللي انضموا للقناة ديالنا، قناة طاولة الطبخ مع لطيفة وسعيدة، والقناة مشتركة بين جوج ديال الأخوات، واحدة مقيمة في إسبانيا ولطيفة مقيمة في المغرب. كنشكر كذلك المتتبعات والمتتبعين ديالنا من دول فرنسا، مصر، إسبانيا، الأردن والمغرب، كنشكرهم بزاف ونتمنى نكونوا عند حسن حظكم ونكونوا في المستوى إن شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيكة بسيطة سهلة وسريعة تكون عندنا في الدار دائما على طول السيمانة، لوليداتنا، للعائلة ديالنا، للفطور، للغدي. شنو كنحتاج؟ كنحتاج سكر بني، كنحتاج غادي ندير ربعة البيضات، غادي ندير ربعة ديال البيضات، غادي ندير واحد الدانون، دانون أي نكهة بغيتو، حتى العادي ناتورال تقدو ديروه، صابور ديال الفانيليا، قبيصة ديال الملحة، واحد شويه ديال هذه خماره فاينيه باردون هذه خماره ديال كيماويه وهذه خماره ديال الفاينيه او طحين الفورس ديال البسكوتشو. هذا كنشريه من ليدل، كيجي مع الخماره. غادي نزيد له غير شويه من هنا وكاس ديال الزيت اللي غادي نعبروا السكر، غادي نعبروا به الزيت ويمشيو جوج حتى لثلاثه ديال الطحين. واليوم قررت ندير هذا البسكوتشو هنايا في مسيو كويزين. يلا هو معايا. هنا البنات هزيت البيض، ربعة البيضات غادي نديرهم في مسيو كويزين. الا بغيتو كنتو مهتمين بمسيو كويزين ما عليكم غير تسولوني وانا ندير لكم فيديو خاص عليه. هنا خديت السكر، السكر البني بطبيعه الحال، غادي نعبر واحد الكاس، غادي نزيدو على البيض. ها هو وريته لكم ما عامرش. هنايا لافاني، غادي ندير لافاني وغادي ندير الروح ديال لافاني باش تعجبنا بالمذاق ديال لافاني. هنا غادي نزيد الزيت، نفس العبار ديال السكر، غادي نزيد الزيت وندير شويه ديال المليحه صافي. وغادي نديرو نشد عليه وغادي نديرو هنايا كنوريكم شحال من دقائق، جوج ديال الدقائق، السرعه 4 صافي. غادي نخليها تخدم، ها هي كتبان الصوره كتبين. من بعد ما تخلط لينا البيض والسكر والزيت احنا زدنا الخماره ودرنا كاس ديال الطحين. انا بنفس العبار ديال نفس الكاس، العبار ديال الكاس كندير ثلاثه ديال الكيسان ديال الطحين، كتجيني هي هذيك العبار ما جاريه ما قاصحه. انا زدت الثاني ثالث وانا غادي نشد عليها. هنايا راه شدات معايا العكس القباره عفوا صافي. وانا درت لها واحد جوج ديال دقيقه، دقيقه ونص، جوج دقائق وسرعه 4 غير باش يتخرج لنا داك الطحين. دهنت هنايا هذا المول، شريته جديد من ليدل، بغيت نتقاسمه معكم. وهذه اول تجربه ديالي فيه، نتمنى ما يتصدى لياش من دوك اللي كيتحلوا باش كيجيوا لي طاخت. وشريت هاد لي بلاستيك من ليدل، هائلين عجبوني بزاف. عندي وحده ديال ايكيا ولكن استغلت الفرصه لقيتهم جوج كيتباعوا. الا جربتوا هاد لي مول قولوهم لي عافاكم. درا هنايا ها هو الخليط تخلط لينا، كتجيني هي هذيك، كنكبوه هنايا في المول بعد ما دردرناه بالطحين باش ما يلصق ليناش. الفران كيكون شاعل، كيكون باش شاعل من التحت ومن الفوق على درجه حراره 170 باش يسخن. دابا عندي واحد بيبيتاس ديال الشوكولاتي غادي نديرهم، بنتي كيعجبها المادلين ببيبيتاس شوكولاتي. انا درتو دابا غادي نديرو في الفران، كيكون شاعل من الفوق ومن التحت، ولكن فاش كنديرها في الفران كنطفي من الفوق حتى كطيب لينا من التحت، عاد كنشعلو عليها التكريه من الفوق. 170 درجه واحد 30 دقيقه، انا ما كنزيدهاش في المول. ها هو البسكوتشو ديالنا طاب،
بس بالبنات. وي ها هو تبارك الله راه طلع هو دابا غادي راه سخون باقي سخون ها نتوما راه طايب طايب. دابا فاش يبرد غادي نحيدو من اللاطة وغادي نديرو هنايا وهو هذا يبقى لنا الاسبوع كامل. وهو هذا البسكوتشو ديالنا البنات. الى عجبكم الفيديو ديروا له لايك وما تنساوش تخرطوا في القناة. نكونوا شاكرينكم بزاف بزاف ومع السلامة.